بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معشر الصائمين، ففي هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 22 من شهر رمضان سنة 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس 24 في رحاب بيت الله الحرام لمدارسة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المنعقد على مشارف هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة إنما نستكثر فيه من ذكرنا لربنا في هذا المكان المبارك والليلة المباركة، ومن صلاتنا وسلامنا على رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في مثل هذه المجالس نرجو أن يكون لأحدنا من الأجر العظيم والخير الوفير بكثرة صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، عليك صلاة الله ما صام صائم، وما قام بالقرآن في الليل قائم، وما هل شهر الخير باليمن والعطاء، وما اشتاق للبيت المعظم هائم. هذا المجلس أيها المباركون وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية في فصل ذكر خدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الفصل مع ما سبقه وما سيلحقه في ذكر فصول تتعلق بشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة، تقدم ذكر الموالي وذكر الخدم، وهذا فصل في ذكر كتابه، وسيعقبه فصل في ذكر مؤذنيه وسائر ما يتعلق بأموره عليه الصلاة والسلام. وهذا الفصل في سياق حديث المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله، مقدمات فيها نبذ يسيرة موجزة في شأن سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه، فاجعلوا مجلسكم عامراً بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تستفتحون ليلة جمعتكم بخير ما يستفتحها المحبون له عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بالكتاب كل من كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا يكتبون الوحي الذي ينزل فيأمر عليه الصلاة والسلام بكتابة ما نزل من الآيات والسور، وكانوا رضي الله عنهم يكتبونها بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فيملي عليهم الآية أو السورة التي نزلت وهم يكتبونها فيما يتيسر لهم كتابته فيه. وهذا النوع من الكتابة هو ما كان يخص به عليه الصلاة والسلام فئة من بعض أصحابه هم كتاب الوحي. وأما الفئة الأخرى أو النوع الآخر من الكتابة فكتابته عليه الصلاة والسلام للخطابات والرسائل والكتب التي كان يبعثها مراسلة ودعوة للإسلام إلى الرؤساء والعظماء، وسيعقبه في الفصل الذي بعده الكتب التي كتبها عليه الصلاة والسلام إلى أهل الإسلام يأمرهم بأحكام الشرائع، وإلى غير المسلمين أيضا يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. اختار الله نبيه عليه الصلاة والسلام أمياً لا يقرأ ولا يكتب، لأجل أن يكون ذلك أثبت في حجته وأدل صدقاً على معجزة نبوته عليه الصلاة والسلام. فإنه لو كان يقرأ ويكتب
لقال الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وربما قالوا أخذها من أخبار الأمم ومما قرأه وكتبه ودرسه، لكن الحجة قامت بأنه أمي، ومع ذلك يتلو عليهم من أخبار الأمم السابقة، ويتلو عليهم من شأن ما سبق من الأقوام والأمم والأحداث فيما ينزل به القرآن، فكان ذلك أدل. فكل أمي تكون الأمية في شأنه منقصة ومذمة إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الأمية في حقه عليه الصلاة والسلام آية نبوة وكمال خصه الله تعالى به، وذكره بهذا الوصف الكريم في القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان كذلك اصطفاء من الله وتلك المنقبة التي كانت، فقد اتخذ عليه الصلاة والسلام كتابا، وستسمع أسماء بعضهم في هذا الفصل الذي سردهم فيه المصنف رحمه الله تعالى. لو قرنت هذا بما سبق في ذكر فصل في خدامه وفصل في مواليه، ومر بك في فصل خدامه أن أنسا كان على الحوائج، وابن مسعود كان صاحب النعل والسواك، وعقبة بن عامر صاحب البغلة يقودها في الأسفار، وأسلع كان صاحب الراحلة، وبلال مؤذن، وأبو ذر وأيمن، وكان أيمن على مطهرته وحاجته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يسمونه اليوم بالنسبة للقادة والرؤساء والعظماء وكبار القادة والمسؤولين أن يكون لهم شؤون خاصة يتولى فيها بعض من يختص بهذه الخدمة ترتيب شؤونهم وأمورهم، هذا سبق نبوي فريد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتخذ هؤلاء أو يعينهم بأجرة ومرتبات ومكافآت وهبات وأعطيات، بل كانوا يفعلونها حباً لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتشرفاً بخدمته. لكن أرأيت هذه العناية وهذا التنظيم وهذا الترتيب الذي كان بيت النبوة فيه أول ما يشهد فيه المتتبع لسيرته عليه الصلاة والسلام تلك الترتيبات الدقيقة؟ هذا مختص بالسواك والنعال، وذاك يتعلق بالبغلة وترتيبها، وذاك يقود الراحلة في الأسفار ويعتني بتجهيزها، ورابع وخامس وسادس، وهؤلاء الآن كتاب يختصون بكتابة الوحي إذا نزل. فإذا نزلت الآية استدعى النبي عليه الصلاة والسلام من كان منهم حاضرا فقال له أكتب آية كذا في سورة كذا، فتنتظم الآيات في مواضعها حتى تم الوحي واكتمل. هذا الترتيب وهذا التنظيم للبيت النبوي كان من ورائه أيضا ترتيب وعناية وتنظيم لشأن دولة الإسلام التي قادها نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كانوا من جملة كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعاً على قلة وكثرة في توليهم للكتابة، لكنهم تشرفوا بأن كانوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يشاركون معه في كتابة ما يأمرهم بكتابته. قال: والزبير وعامر بن فهيرة وأبي بن كعب. أبي سيد القراء في المسلمين، قيل إنه أول من كتب من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعمرو بن العاص وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يلقي خطبه إذا أقبلت الوفود، فكان خطيباً لرسولنا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له. خالد بن سعيد بن العاص وأخوه أبان بن سعيد أيضاً ممن كتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: قيل إن خالداً يعني ابن سعيد بن العاص أول من كتب الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به. نعم، إذا ذكر كتاب الوحي فقد كان من ألزم الصحابة لكتابة الوحي وأكثره اختصاصا، ومن أكثر من كتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام اثنان من الصحابة رضي الله عنهم، معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت. أما زيد فأنصاري وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ الهجرة، وأما معاوية رضي الله عنه فما أسلم إلا عند فتح مكة، وظل بقية صحبته لنبي الله صلى الله عليه وسلم ملازما لهذا الشأن، ولهذا قال كان من ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به. وممن كتب أيضا من الصحابة غير من ذكر عبد الله بن زيد وجهيم بن الصلت والعلاء بن الحضرمي وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. فصل في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع. نعم، كتاباته عليه الصلاة والسلام يعني الخطابات والرسائل نوعان. النوع الأول يكتب بها إلى القبائل وبعض الجهات التي أسلمت، فيكتب لهم بعض ما يتعلق بشرائع الأحكام مثل أنصبة الزكاة ومقاديرها والفرائض ونحوها، فيكتب لهم خطابا ويبعثه مع بعض أصحابه ليكون لهم تشريعا قد أتاهم من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. والنوع الآخر من الكتابات كانت خطابات يدعو فيها غير المسلمين إلى الإسلام، وقد جعل المصنف رحمه الله لكل نوع من الكتب فصلا، هذا أولهما في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين، وعليه عمل الجمهور. حديث أنس رضي الله عنه في الصدقات الذي أخرجه الأئمة كالبخاري في الصحيح وغيره، كتاب فيه أنصبة الصدقات والزكوات، كتبه وكان عند أبي بكر، ثم بعث به أبو بكر وكتبه إلى أنس رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين، والبحرين هي ما تقع في شرق جزيرة العرب المسماة اليوم بالأحساء، فبعثه وأرسل معه الكتاب. والخطاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 50 شاة، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الحمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. هذا من أصح الأحاديث التي فيها بيان فرائض الصدقة وأنصبة الزكاة كما سمعتم، في سائمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وفي زكاة الذهب والفضة، وعليه عمل أئمة المسلمين من الفقهاء في استنباط أحكام الزكاة وتقدير أنصبتها وفروضها والمخرج فيها. هذا من أشهر الكتب التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها كتابه إلى أهل اليمن،
وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، كذلك رواه أبو حاتم في صحيحه والنسائي وغيرهما مسنداً متصلاً، ورواه أبو داود وغيره مرسلاً. وهو كتاب عظيم جليل، فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بجمل ما فيه من مقادير الديات. هذا الحديث، هذا الكتاب الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، وأرسل لهم في هذا الكتاب جملاً متفرقة من أحكام الإسلام ومن أبواب الشريعة المختلفة، فيها فقه الزكاة، فيها أحكام الديات، فيها الكبائر، فيها مسائل من الطلاق والعتاق، فيها أحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء، فيها مس المصحف بغير طهارة وغير ذلك. الحديث أخرجه عدد من الآئمة كابن حبان والنسائي والحاكم والبيهقي، في إسناده بعض من ضعف، وهو كما قال البخاري متفق على ضعفه، قال تركوه. والمقصود أن الحديث تكلم العلماء في شأن صحة سنده، لكنه من حيث العمل، من حيث العمل فإن فقهاء الإسلام قد أداروا أحكام الشريعة بمضمون ما جاء في هذا الكتاب. ومن العلماء من صحح الحديث بالنظر إلى مجموع طرقه وكثرة شواهده وتوافق متنه مع مقررات الشريعة وأحكامها. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، يعني جزماً بصحته. وقال الحاكم: شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بصحته. قال الإمام ابن عبد البر أيضاً رحمه الله: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. الكتاب طويل والخطاب فيه جمل، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن، ونسخة الكتاب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي عليه الصلاة والسلام، إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، يعني ملوك وعظماء تلك النواحي في اليمن. أما بعد، فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ 24، فإذا زادت واحدة على 24 ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ 35، ومضى يذكر أنصبة الإبل والغنم والبقر، ثم قال: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ومضى أيضا في أحكام الصدقة إلى أن قال: وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمارها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. ثم قال: كان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار من الزحف في سبيل الله، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. قال: وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعر
شعره. وكان أيضا في الكتاب أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، إلى أن قال في آخر ذلك: وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. والحديث أخرجه من الأئمة من سمعت. قال المصنف رحمه الله حاكيا عن الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه. قال: واحتج الفقهاء كلهم بجمل ما في هذا الحديث من مقادير الديات، فكان مستندهم رحمة الله عليهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكوات وغيرها. كتابه إلى بني زهير فيما أخرج الإمام أبو داود في سننه، والحديث صحيح، وأخرجه أيضا أحمد والنسائي والبيهقي، وصححه ابن حبان من حديث يزيد بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا بالمربد، يعني المكان الذي تكون فيه الإبل أو يجفف فيه التمر، قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، يعني قطعة من رق أو جلد أحمر اللون، فقلنا: كأنك من أهل البادية. قال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديمة التي في يدك. فناولناها فقرأناها، فإذا فيها: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفية، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه جمل من الكتب التي بعثها المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المسلمين، إلى القبائل كما سمعت، إلى المناطق، إلى أهل اليمن، إلى بني زهير، كتاب الصدقات الذي بعث إلى البحرين، وكتاب عمر في نصب الزكوات. أما النوع الآخر فهو الخطابات والكتب التي بعثها إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في رسله صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى الملوك. قال: لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله. هذا التوقيت في تاريخ السيرة مهم، بعد عودته عليه الصلاة والسلام من الحديبية. ولماذا بدأت مخاطبة الرؤساء والملوك والعظماء بعد الحديبية 6 من الهجرة؟ لأن صلح الحديبية كان هدنة مع كفار قريش بمكة، فأمن عليه الصلاة والسلام قتالهم وعداءهم وصدهم عن سبيل الله وإشغالهم له عليه الصلاة والسلام بما كان قبل ذلك، فقد كان لقيهم في بدر ثم في أحد ثم في الخندق، فضلا عن كثير من السرايا والبعوث. فلما كانت الحديبية وصلحها 6 من الهجرة توجه صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة الخارجية، وأرسل إلى الملوك والرؤساء، أرسل إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى سائر الملوك والرؤساء داخل جزيرة العرب وخارجها. منهج نبوي حكيم في الدعوة إلى الله، وسياسة نبوية عظيمة عجيبة ما زالت تدرس في فقه الدعوة إلى الله، وكيف تحمل الأمة هم الرسالة ودعوة الأمم إلى دين الله عز وجل. بعث عليه الصلاة والسلام يصوغ الخطابات والكتابات والرسائل إلى أولئك العظماء، يعلن لهم دعوة الله ويقيم عليهم الحجة ويهديهم إلى نور الإسلام. يا أمة الإسلام، دينكم هذا ليس مختصاً بكم، ديننا هذا للبشرية جمعاء، والله عز وجل إن كان قد شرفنا بالانتساب إلى هذا الدين فقد كلفنا بدعوته إلى العالمين وتبليغه إلى البشرية كلها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أول من قاد هذه الدعوة،
وحمل رايتها، وتشرفت الأمة من بعده بسلوك سبيله. فكل من حمل من الدعوة طرفا، وتناول منها بابا، واشتغل بخدمة الإسلام وتبليغه إلى أهل الأرض، فهو على طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستسمع الآن الجهات والأقطار والأمصار والممالك والدول التي خاطبها عليه الصلاة والسلام. ديننا عالمي يمتد إلى الآفاق وما وراء البحار والمحيطات. حمل الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الأمانة، وسلكوا هذا النهج، فانطلقوا خارج الجزيرة، فتحوا بلاد فارس والروم وإفريقيا، ثم انطلقوا يقودون جيوش الإسلام تفتح الأرض وتهدي البشرية إلى نور الإسلام التي هداها الله عز وجل إليها. فلذلك كان بعد الحديبية بسنة التي هي السنة السابعة هي الخطابات والكتابات. في السنة الثامنة التي فتحت فيها مكة استقبل بعدها عليه الصلاة والسلام الوفود التي جاءت، ولهذا لم يحج سنة 9 وقد فرض الحج، وأرسل أبا بكر أميرا على الحج رضي الله عنه، لأنه اشتغل ذلك العام بلقاء الوفود والقبائل التي أقبلت تعلن إسلامها، فأثمرت الدعوة ولو بعد حين، أثمرت أمما جاءت تسلم تنقاد بين يديه عليه الصلاة والسلام. فسمي العام 9 من الهجرة بعام الوفود. بعدها حج عليه الصلاة والسلام في السنة 10 والتحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا أن يكون مختوماً. فاتخذ خاتماً من فضة ونقش عليه 3 أسطر: لفظ محمد سطر، ولفظ رسول سطر، ولفظ الجلالة الله سطر، وختم به الكتب إلى الملوك. هذا اتخاذ خاتمه عليه الصلاة والسلام الذي كان يلبسه في يمناه وقيل في يسراه. لفظ الخاتم الذي كان نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتخذه ليختم به الخطابات، لأنه قيل له إن الملوك والرؤساء لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فهم يتعاملون برسمية. فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام من الفضة ونقش عليه محمد رسول الله، فمحمد في سطر، وكلف الكلمة رسول في سطر، ولفظ الجلالة وحدها في سطر، فكانت 3 كلمات في 3 أسطر في نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام. وبعدها ختم بهذا الخاتم خطاباته ورسائله وكتبه إلى الملوك والرؤساء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعث 6 نفر في يوم واحد في المحرم 7. هذا التنظيم الذي كنا نحكي عنه، 6 من المرسولين من رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام انطلقوا من المدينة في يوم واحد في محرم 7 من الهجرة. وستسمع أخبارهم لاحقا: عمرو بن أمية الضمري، دحية بن خليفة الكلبي، عبد الله بن حذافة السهمي، حاطب بن أبي بلتع، شجاع بن وهب الأسدي، سليط بن عمرو. كل هؤلاء انطلقوا إلى وجهات متعددة من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحملون الخطابات النبوية، يحملون الرسائل المحمدية، وإن شئت فقل يحملون مشاعل الهداية وقناديل الضياء من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى كل مكان في جزيرة العرب وخارجها، ينقلون النور والدعوة إلى الإسلام والهداية إلى الحق الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، فأولهم؟ قال: فأولهم عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي، واسمه أصحمة بن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية عطية. فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، وشهد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو بالذي كتب إليه، وهذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول، فإنه مات مسلما. نعم، هذا الخطاب الأول، بعث إلى النجاشي ملك الحبشة،
والنجاشي هو لقب لملوك الحبشة وليس علما لأسمائهم، بل كان اسمه أصحمة بن أبجر. قال: ومعنى أصحم باللغة العربية معناه عطية. لما بلغ النجاشي خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظم الكتاب، أخذه فعظمه واهتم بشأنه. قال: ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وكان من العلماء بالإنجيل، وصلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مات وهو بالحبشة. فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى إليهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم قام وصلى عليه فكبر أربعا، وكبر الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوب المصنف رحمه الله وهما وقع فيه بعض كتاب السير والتاريخ، منهم الواقدي وجماعة، أن النجاشي الذي خوطب بالإسلام هو الذي مات مسلما وصلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه ليس هو الذي كتب إليه الخطاب، بل الذي كتب إليه الخطاب لا يعرف إسلامه، أما الذي مات مسلماً وصلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام فهو الذي ثبت خبره في السيرة، فهما اثنان لا واحد، والذي كتب إليه الخطاب لا يدرى إسلامه، والعلم عند الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو محمد بن حزم: إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية لم يسلم، والأول اختيار ابن سعد وغيره، والظاهر قول ابن حزم. نعم، إذن هما قولان، واستظهر المصنف رحمه الله كلام الإمام ابن حزم بالتفريق بين النجاشي الذي كتب إليه الخطاب والآخر الذي أسلم وصلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات بالحبشة فصلى عليه بالمدينة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل أسلم وليس بشيء. هذا ثاني الرسل وثاني الخطابات والكتب التي بعثت إلى هرقل عظيم الروم، إلى قيصر. وإذا كان النجاشي لقبا لملوك الحبشة، فإن لفظة قيصر هي لفظة تدل على ملك الروم، واسمه هرقل، لكنه ما أسلم بل كاد أن يسلم وهم به. ومن قال إنه أسلم لم يصح كلامه، لهذا قال المصنف ليس بشيء. أحسن الله إليكم. قال: وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم أقتل؟ قال: وإن لم تقتل. فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس فرمى بالكتاب البساط. قول الصحابي وإن لم أقتل، يعني كوني أنال الوعد بالجنة، هل هو مترتب على أن أقتل شهيدا؟ لما هذا السؤال؟ لأنه أن يفد بخطاب فيه الدعوة إلى الإسلام ويأتي به إلى هرقل قيصر الروم وأحد أكبر زعماء العالم في عصره آنذاك، ومرجع النصرانية التي كانت تحارب الإسلام، فهذه مظنة خطر، وهي أشبه بمهمة لا عودة فيها. ولما قال عليه الصلاة والسلام: من ينطلق بصحيفتي إلى قيصر وله الجنة، ظاهر العبارة يوهم أنه قد يموت ويستشهد ويقتل في تلك المهمة، فلهذا جاء الوعد بالجنة. فقال الرجل: وإن لم أقتل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن لم تقتل. فانطلق بالخطاب فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس فرمى بالكتاب البساط وتنحى، فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن. قال: أنا. قال: فإذا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر منادياه فنادى: ألا إن قيصر اتبع محمدا وترك النصرانية.
فأقبل جنده وقد تسلحوا، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم، وبعث إليه بدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية، وقسم الدنانير. هذه قصة الخطاب إلى قيصر عظيم الروم هرقل. لما تلقى خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وقع في قلبه صدق النبوة، وقد كان هرقل قد لقي أبا سفيان، وقد جاء في تجارة في المدة التي وقع فيها الصلح والهدنة بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان يوم ذاك مشرك، فسأله عن الإسلام وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فصدق أبو سفيان فيما قال، فشهد هرقل بدلالات النبوة وعلاماتها، لكنه تخوف على ملكه وآثر دنياه على آخرته، وأراد أن يرى موقع ذلك على قبيلته وعشيرته وأهل مملكته، فأعلن فيهم: أني أسلمت واتبعت محمداً، فهاجوا، وكان كبار رجالات دينهم أيضاً في ذلك على استنكار شديد، فلما خشي من اللغط وتقلب الأمور وآثر الملك والدنيا على الدين والآخرة تراجع، وأبدى لهم أنه إنما قال ذلك ليرى تمسكهم بدينهم وغيرتهم عليه، فتراجع، وقد نادى إني وأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إني مسلم، وبعث بدنانير، فكذبه عليه الصلاة والسلام في دعواه، وأخبر أنه ليس بمسلم بل بقي على النصرانية وهو كذلك. ولهذا قال هنا: لما أقبل جنده وقد تسلحوا، يعني حملوا السلاح فأقبلوا، معارضين لإسلامه، مناوئين لقبوله للإسلام، فتراجع وقال: إن قيصر قد رضي عنكم، ثم اكتفى بذلك ولم يدخل في الإسلام ولم يهتدي إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، واسمه أبرويز بن هرمز بن أنو شروان، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. هذه ثالث الخطابات إلى عظيم كسرى، إلى سيد الفرس. بعث له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فلما أقبل إليه وسلمه، وكسرى أيضا هي لقب ملوك فارس، واسمه أبرويز ابن هرمز ابن أنو شروان، لكنه قابل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجبروت والطغيان، فتعدى على الخطاب فمزقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه، فاستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام ومزق ملكه وملك قومه. ولهذا فإن فتوحات الإسلام التي استعصت عليها أرض الروم كثيراً لم تطل معهم مملكة فارس وكسرى حتى سقطت في خلافة عمر رضي الله عنه، وفي معارك القادسية حتى فتح الله بلاد فارس فأدخلها الإسلام، واستجاب دعوة نبيه بتمزيق ملك فارس وقومه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، واسمه جريج بن ميناء ملك إسكندرية عظيم القبط. هذا رابع الخطابات إلى مصر، إلى المقوقس ملك الإسكندرية عظيم القبط، والذي بعثه بالخطاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وتقدم في ذكر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وإمائه ذكر ماريا رضي الله عنها التي بعث بها المقوقس، سيذكر خبرها المصنف هنا. قال: وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، واسمه جريج بن ميناء ملك إسكندرية عظيم القبط، فقال خيراً، وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختيها سيرين وقيصر، فتسرى بمارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهباً وعشرين ثوباً من قباطي مصر، وبغلة شهباء وهي دلدل،
وحماراً أشهب وهو عفير، وغلاماً خصياً يقال له مأبور، قيل هو ابن عم مارية، وفرساً وهو اللزاز، وقدحاً من زجاج وعسلاً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. هذه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وخطابه إلى المقوقس، والمقوقس هو لقب أيضاً لملوك مصر والإسكندرية كما تقدم في ألقاب قيصر وكسرى والنجاشي، أما اسمه فكما تقدم جريج بن ميناء، وسمعت أنه كيف بعث بالهدايا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهداه ماريا التي تسر بها فأنجبت له إبراهيم، وأختها سيرين أهداها لحسان، وأهدى له مثاقيل من ذهب وثوباً وعشرين ثوباً وبغلةً وحماراً وغلاماً خصياً وفرساً وقدحاً من زجاج وعسلاً، لكنه أيضاً لم يهتدي للإسلام. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج ابن سعد في الطبقات: ظن الخبيث بملكه، أي بخل به، ولا بقاء لملكه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني. أولئك الأربعة هم عظماء الملوك في عصرهم: نجاشي الحبشة، وقيصر الروم، وكسرى فارس، ومقوقس مصر، وستأتي البقية في ملوك وعظماء القبائل في جزيرة العرب. الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء في شمال الجزيرة جنوب الأردن. نعم. قال: وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء. قاله ابن إسحاق والواقدي، وقيل إنما توجه لجبلة بن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لهرقل مع دحية بن خليفة، فالله أعلم. وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه. هذا سادس الرسل، سليط بن عمرو، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمامة، ورئيسهم وسيدهم هوذة بن علي الحنفي بني حنيفة باليمامة التي خرج منها مسيلمة الكذاب فادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أكرم هوذة رسول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه، وقيل بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثال الحنفي، فلم يسلم هوذة وأسلم ثمامة بعد ذلك. فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. نعم، عمرو بن أمية الضمري، ودحية بن خليفة الكلبي، وعبد الله بن حذافة السهمي، وحاطب بن أبي بلتعة، وشجاع بن وهب، وسليط بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد ابني الجلندى الأزديين بعمان، فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل بينهم حتى بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص موفد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمان في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة، وأرسله إلى جيفر ابن الجلندى وأخيه عبد ابن الجلندى في عمان الأزديين، فأسلم وصدق، وبقي بينهم عمرو بن العاص يعلمهم أحكام الإسلام، وكانوا يبعثون له بالصدقة ويولونه الحكم في بينهم، وظل عمرو رضي الله عنه عندهم في عمان حتى بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال: وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، فأسلم وصدق. العلاء بن الحضرمي ثامن هؤلاء الرسل الذين بعثهم نبينا عليه الصلاة والسلام، بعثه إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل أن ينصرف عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، وقيل بلقان قبل الفتح، فأسلم وصدق بنبوته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد خلال الحميري باليمن
فقال سأنظر في أمري. وهذا تاسع الرسل المهاجر بن أمية المخزومي. قال وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، وقيل بل سنة عشر في ربيع الأول، داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم ووافاه بمكة في حجة الوداع. هؤلاء ثلاثة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم بعثهم نبينا عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فكانوا دعاة إسلام، ففتح الله لهم قلوب أهل اليمن فأسلموا طوعا، ودخلت عامة بلاد اليمن في الإسلام في تلك البعثة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه القارئ المزمار من مزامير آل داود، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه عالم الصحابة وفقيه الأمة. انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك فبعثهم، وقيل بل في سنة عشر في ربيع الأول، يعني قبل مماته عليه الصلاة والسلام. ثم أسلم عامة أهل اليمن، وبعث إليهم بعد ذلك علي بن أبي طالب، وبقي عندهم علي هناك، وقاد معه الإبل التي نحرها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فوافاه بمكة، وقد أهل علي بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمر يدعوهما إلى الإسلام، فأسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. هذا الموفد الثالث عشر، جرير بن عبد الله البجلي من عظماء الصحابة رضي الله عنهم، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الكلاع وذي عمر يدعوهما إلى الإسلام فأسلم، وبقي جرير عندهم حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما صنع أيضا عمرو بن العاص في عمان حيث بقي هناك حتى بلغته وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير، فلم يسلم. وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملا لقيصر بمعان فأسلم. بمعان أو معان، هكذا تضبط بالضبطين، والمحدثون يضبطونه بالضم معان، وعامة أهل الكتب البلدان والمواضع يضبطونها بفتح الميم معان. نعم. قال وكان فروة عاملا لقيصر بمعان فأسلم، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وحمار يقال له يعفور، كذا قال جماعة، والظاهر والله أعلم أن عفيرا ويعفورا واحدا، وعفير تصغير يعفور تصغير الترخيم. وبعث إليه أثوابا وقباء سندس مخوص بالذهب، فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشا. 12 أوقية ونشا، النش نصف أوقية. هذه هدايا فروة ابن عمرو الجذامي الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. بعث تلك الهدايا، بغلة يقال لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وأهدى له كذلك أثوابا وقباء سندس مخوص بالذهب، القباء كالكساء الذي يلبس فوق الثوب. فقبل الهدية وكان قد أسلم رضي الله عنه، فهذا المبعوث أو الموفد السادس عشر من رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حمير. هذا آخر ما ختم به المصنف رحمه الله تعالى في أسماء مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وموفديه إلى الأقوام. عياش ابن أبي ربيعة المخزومي بعثه بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حميرة،
وقد بعثوا بالدعوة إلى الإسلام، فهذه جملة من بعثهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ختم به المصنف فصله هذا، وبه يتم مجلسنا الليلة. وفي ختامه إشارة إلى من سمعتم من أسماء هؤلاء الموفدين من الصحب الكرام الذين حملوا رسالة النور والهداية والإسلام من طيبة الطيبة إلى آفاق الدنيا، إلى شرق الجزيرة وغربها، إلى داخلها وخارجها، إلى اليمن وعمان والبحرين والأردن والبلقاء، إلى مصر والحبشة، إلى بلاد فارس والروم، فهدى الله من هدى إلى الإسلام، وأبى من أبى، وبقي دين الله عز وجل. هذه واحدة. الثانية التي نتعلم منها درساً، أن ديننا يا أمة الإسلام، أن ديننا يا أمة الإسلام ليس يخصنا، بل هو دين الله للبشرية جمعاء، فواجب الأمة اليوم هو الواجب الذي قامت به الأمة زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبليغ رسالة الله إلى العالمين ونشر دين الله في الأرض كلها حتى يعم النور ويهتدي الخلق. أما الأمر الثالث فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين بقي أحدهم هناك، والذين تولوا تلك المهام الصعاب، فارقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبقاؤهم بحضرته أحب إليهم من الدنيا وما فيها. وأن يظفر أحدهم ببقائه بجواره تكتحل عينه برؤيته، ويصاحبه فيسمعه ويتعلم منه، ألذ له من كل ما يمكن أن يكون. ومع ذلك فلما بعثوا امتثلوا، ولما وجهوا توجهوا، لنعلم أن رسالة الدعوة إلى الإسلام وتبليغ دين الله عز وجل شرف وأمانة جليلة تولاها كبار الصحابة. بل أين أنت عن أولئك الذين ظل أحدهم في تلك الجهة التي بعث فيها حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما إن مماته بعيدا عنهم محزن في نفوسهم ومؤلم، لكنها الأمانة الجليلة والرسالة العظيمة في تبليغ دعوة الإسلام. عمرو بن العاص بقي في عمان حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، جرير بن عبد الله إلى ذي الكلى حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم هناك، معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري ظل في اليمن حتى ممات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي عاد من هناك في حجة الوداع علي رضي الله عنهم جميعا. إن تبليغ الإسلام ونشر رسالته وضيائه وهدايته للعالمين مطلب جليل وطريق شريف خطه الصحابة الكبار الأوائل رضي الله عنهم بتوجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانطلقت الأمة بعدها تحمل هذا النور إلى البشرية جمعاء. تم فصلنا أيها الكرام، وتم به مجلس الليلة، وهو خاتمة مجالسنا في شهرنا المبارك هذا، على أن نعاود درسنا ونستأنفه بعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى. في هذا الختام ونحن مقبلون على ليلة كريمة هي ليلة الجمعة، وهي من ليالي عشركم الأخير، بل من أوتار ليالي العشر الأواخر، أرجى ما ترتجى فيها ليلة القدر التي يقبل فيها العبد بالطاعة والذكر والصلاة والقرآن والدعاء، فليجعل من ارتقابه وتحريه لليلة القدر ورجاء الإجابة، ليجعل فيها حرصه على الاستكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليك صلاة الله ما صام صائم، وما قام بالقرآن في الليل قائم، وما هل شهر الخير باليمن والعطاء، وما اشتاق للبيت المعظم هائم. فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما تستكثرون من صلاة ربكم عليكم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فيا رب صل وسلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله، أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا، واختم بالقبول والعفو والغفران بقية عشرنا. اللهم وفقنا فيها لقيام ليلة القدر، وارزقنا فيها عظيم المثوبة والجزاء والأجر يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا شهرنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا واعف عن والدينا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه
بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. نسألك يا رب فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم وفق واجزِ بالخيرات أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده لكل خير وهدى وسداد ورشاد، واجزهما عن خدمة الحرمين وقاصديهما. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا ذا الجلال والإكرام. رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ يا رب وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.